متابعين الأعزاء، متابعين قناة المختص للأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. آخر فيديو النهاردة في الفيديو في سلسلة حلقات الديب فريزر الويستنج هاوس، اللي في الحلقة الأولى حكينا قصة حياته واللي حصل معاه بالتفصيل، وفي الفيديو السابق شرحنا عالجنا التنفيذ اللي فيه ازاي وشحناه بغاز الفريون. يتبقى معانا شيء واحد وهو الدائرة الكهربائية اللي بتشمل المروحة والهيتر والتايمر واللمبة والحاجات اللي زي كده. بداية ناخد فكرة كده عن مكون عن 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 تصميم الديب فريزر ده. الديب فريزر ده الكويل بتاعه او المبخر محطوط في الجزء السفلي ده من تحت، والمروحة فوقيه مباشرة، وفي مجاري هواء من الداخل هنفك ونشوف بالتفصيل. خلينا نفك. هذه الغطاء اللي فيه الكويل، في مصمارين كمان من تحت. هذه الكويل او المبخر، هذه المروحه بتاعت التبريد. فالمروحه وهي شغاله بتشفط الهواء من تحت، يعدي الهواء على الزعانف التبريد اللي في المبخر، يبرد يمشي في مجاري الهواء دي ويطلع من الهوايات اللي احنا اشرنا عليهم قبل كده بالفوق. هنا بيبقى الهيتر متثبت، ويبدو انه الهيتر مش موجود لان كان حصل انه الهيتر ده ضرب فصاحب تقريبا شاله. ودي فتحة تصريف المية بتاعت، فاول حاجة انا هعملها بغير المروحة دي طبعا، عشان قلنا المروحة دي 110 اتحرقت، فهنجيبه مروحة جديدة. مثبتة كده هي، هذه التثبيت بتاعها، بفكها وغير المروحة وركب مروحة جديدة.
يبقى كده انتهيت من المروحة وتثبيت المروحة مثلا. طيب يبقى معايا الهيتر، هيتر امريكي انا لقيته بصعوبة 220 فولت. شوف اطرافه فين، هذا طرف بيبقى طالع من السرموديسك، هذا السرموديسك بيبقى فيه طرف هيتر هنا، الطرف الثاني اللي بيبقى راجع من التايمر اهو، الطرف ده، ده طرف هيتر وده طرف هيتر من السيرموديسك. اشوف الاول هذا الهيتر هل مكانه مناسب ولا لا. تمام مظبوط، بحاول اعدل. ثبته هنا مثلا، كده انا انتهيت من تثبيت الهيتر اهو، ووصلت الاطراف بتاعته وغيرت المروحة من 110 فولت ل 220 فولت. كده مش باقي معايا في الدائرة الكهربائية غير اللمبة، اغيرها من 110 ل 220 واركب التايمر الجديد، برضو اغير التايمر من 210 من 110 ل 220. يلا نروح للتايمر، وادي التايمر اهو 110 فولت، فانا هغير تايمر 220 فولت. ادي التايمر القديم، ادي تايمر جديد، وهركب الجكة مكانها اهو، وهثبت التايمر مكانه. وكده انا انتهيت من تغيير اجزاء دائرة الكهرباء، وكده ان شاء الله الديب فريزر معايا 100%، مفيش ناقص معايا غير اني اجربه ويجي الزبون ياخده. وان شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ومتنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وشكرا، مع السلامة.